فعلا احنا قدام كتابة تاريخ جديد للكرة المصرية، وطبعا حدث عظيم وكبير للكرة المصرية ان يكون طبعا النهائي ما بين الاهلي والزمالك. كلام اكتر عن مباراة النهائي الافريقي طبعا مع الناقد الرياضي الكبير طارق الادور. استاذ طارق، برحب بيك على شاشة قناة الاهلي. اهلا بيك يا ترى، اهلا بكل السادة المشاهدين. احنا قدام لحظة هيقف عندها التاريخ يا دكتور طارق. طبعا لحظة كبيرة جدا، وربما جت للكرة المصرية زي ما نقول كده بالبلدي في وقتها، لان الكرة المصرية يمكن منذ اخر فوز بكأس الامم الافريقية في العصر الذهبي للمنتخب الوطني اللي فاز بكأس الامم 3 مرات في 2010، 10 سنين غابت مصر عن التتويج باللقب الافريقي، ومنذ 2013 يعني بعد 3 سنوات غابت مصر عن التتويج بالاميره الافريقيه البطوله الافريقيه الاغلى وهي دوري الابطال. صحيح الزمالك خد كاس الكونفدراليه العام الماضي، لكن تبقى دوري الابطال هي المسابقه الام وهي المسابقه الاكبر، لم يحصل عليها اي نادي مصري اخر 7 سنوات بعد ما كانت تقريبا ما بتعديش يعني 2 3 سنين غير لما يكون نادي مصري متوج فيها بالذات منذ بدايه هذا القرن. فطبعا لا شك ان هو لحظه تاريخيه بكل المعايير، هي لحظه تاريخيه. اول نهائي زي ما التقرير انا سمعته بيقول اول نهائي بين فريقين من دوله واحده، وكان المفترض ان منذ عام 2004 استحدثت في بطوله افريقيا او دوري ابطال افريقيا وكذلك الكونفدراليه نظام جديد بالسماح للدول ال 12 الاولى في تصنيف افريقيا ان هي تلعب بناديين. يعني ما قبل 2004 ما كانش فيه فرصه ان فريقين من بلد واحده يوصلوا للنهائي الا في حاله واحده فقط، لو حامل اللقب تاهل وكان بطل الدوري بنفس الدوله تاهل ووصلوا للنهائي، وده ما حصلش خالص في تاريخ البطوله. وان كان قد حدث مرتين في الكاس الكونفدراليه 2004 لما وصل قطبي الكره الغانيه هارت سوفوك واشانتي كوتوكو، وحصل للمره الثانيه ودي اخر مره في 2008 لما وصل ايضا قطبي الكره التونسيه الصفاقسي والنجم الساحلي لنهائي الكونفدراليه. لكن بالنسبه لدوري الابطال يسجل وسيظل التاريخ يسجل للاهلي والزمالك ان هم اول فريقين من دوله واحده يوصلوا للبطوله الام في افريقيا دوري الابطال، وفي نفس الوقت كمان اول نهائي بعد قرار الاتحاد الافريقي ان يكون المباراه النهائيه من مباراه واحده وليس ذهاب وعوده. حتى العام الماضي النهائي اللي بين الوداد وبين الترجي كان من مباراتين، اول سنه هيكون فيها النهائي من مباراه واحده. يعني كمان التاريخ هيسجل ان اول مره النهائي يقام من مباراه واحده كان النهائي مصري قام. اكيد. وعايزه كمان اروح مع حضرتك يا دكتور طارق للقائمه المبدئيه، يعني المفروض النهارده هيتم الاعلان عن القائمه النهائيه طبعا لمنتخب مصر، ولكن القائمه المبدئيه يعني فيها كلام كتير واسماء كبيره للعيبه كبيره، عايزه اعرف رايك فيها الاول، لان احنا داخلين على مباراتين مهمتين جدا، يعني فكره توجو وفكره طبعا يعني موقفنا في المجموعه ان احنا متعادلين مع كينيا ومع جزر القمر، احنا محتاجين نفوز طبعا بالمباراتين دول. والله انت قلتي كلام مهم جدا جدا جدا، لان في زحام الاهتمام بدوري ابطال افريقيا، وانت عارفه اصل البطوله ديت انا بسميها كده بطوله دوري ابطال افريقيا السنه دي استوت على نار هاديه، عماله تستوي بقالها سنه فعلا، بقالنا سنه وشهرين بنلعب الاطول تقريبا. اطول ده اطول في، ولا يمكن بطوله ثانيه هتمتد هذا الاستاد. يعني هي باديه من اغسطس واحنا هننتهي اخر نوفمبر، يبقى كده نقدر نقول ان تقريبا هنكون وصلنا الى 16 شهر الا يومين. يعني ده موسم استثنائي بقى يا دكتور طارق، هنعمل ايه؟ بالظبط كده. فطبعا الاهتمام دوت اللي بيزداد يوم بعد يوم، زادوا كمان ان دوري ابطال افريقيا اتاجلت اكثر من مره، لها الناس تماما عن الموقع الاهم اللي هي المنتخب مصر الوطني اللي طبعا لازم ان هو يكون موجود باذن الله في كاس الامم الافريقيه القادمه في الكاميرون. فطبعا الناس اتلهت عن البطوله اللي هي مهمه جدا اننا نستعيد بيها هيمنتنا على اللقب الافريقي. فطبعا ابتدى الاهتمام بالمنتخب في الفتره اللي فاتت، احنا تقريبا تقريبا من مباراه جزر القمر كانما منتخب مصر ده مش موجود، احنا ما نعرفش عنه حاجه، يعني لا تجمع ولا لعب مباراه وديه ولا لعب اي شيء، وكانت كمان في فترة كورونا الدنيا متوقفة خالص. فطبعا بعد هذا الغياب مهم جدا هذا المعسكر. أنا من وجهة نظري إن حسام البدري اختار اللعيبة اللي هي الأجهز دلوقتي إن هي تلعب المباراتين المهمين دول، بغض النظر عن أسماء، يعني أي المهم هم اللعيبة دول هم الأجهز فنيا دلوقتي إن هم يخوضوا
أكيد الماتشين بتوع توجو. أنا من وجهة نظري دول ماتشين مفصليين، إن شاء الله الحصول على الست نقاط كاملة أو على الأقل على الأقل أربع نقاط من الستة، يعني فوز وتعادل، هو ده اللي مطلوب على الأقل لمنتخبنا عشان يحسم الحسم النهائي بقى في الجولتين الأخيرين أمام كينيا وأمام جزر قمر بقى في القاهرة وفي نيروبي. بشكرك جدا دكتور طارق الأدور الإعلامي والناقد الرياضي الكبير، وطبعا مباراتين توجو مهمين جدا، وبنتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني.